صحية حقوقية من المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تازة. فيما يخص مواكبتنا للوضع الحقوقي بمدينة تازة ومواكبة الملفات الحقوقية اللي لاحظناه على الخصوص هذه واحد السنة أن هناك تواتر في تقديم رجال السلطة شكايات إلى القضاء بمواطنين، أن هذه الشكايات هذه دائما كيكون فيها قائد المقاطعة الأولى باعتباره كشخص رئيسي هو والأعوان ديالو كشهود اللي كنسجلوا. بالنسبة لهذه القضايا التي عرضتها أو عرضها رجال السلطة على القضاء اللي لاحظنا فيه أنه جميع الملفات تم الحكم فيها بسلب الحرية لهؤلاء المتهمين، ما يوحي لنا بأن القضاء كيأخذ بعين الاعتبار أقوال ديال السلطة باعتبارها أقوال محصنة لا يأتيها الباطل لا من أمامها ولا من خلفها. هناك استغلال القضاء في تصفية بعض الحسابات مع مواطنين كأشخاص أو مع مواطنين كينتموا لهيئات معينة. نعطي بعض الأمثلة، هناك ملف السيد أحمد النمري اللي سدان فيه، وفي الملف ديالو بالنسبة للقضاء إذا لم يستدعي الشهود النفي، خاصة بالنسبة لنا نحن كمركز أصدرنا بيان في هذا الشأن. الملف الثاني هو ملف السيدة فاطمة قرنات، إحنا كمركز تابعنا وقائع ديال استقبال الأخوين قرنات بعد خروجهما من السجن، واللي قائد المقاطعة متهم فيه السيدة فاطمة قرنات بالاعتداء عليه، وأكد أقواله بشهود أعوان سلطة لتهميا تلقاهم دازوا في ملفات أخرى كشهود. بالنسبة للقضاء خدا بين الاعتبار أو الشكاية ديال السيد القائد، رغم أن فيها الشكاية الأولى بالسيدة حادة ثم فيما بعد تقول السيدة فاطمة، هنا بالنسبة لنا كمركز مغربي لحقوق الإنسان قمنا بتحريات جدية وعميقة، ولكن على أن السيدة فاطمة قرنات هذه ماشي هي اللي وقع لها الشنآن مع القائد، وبالتالي كنقول أن شهود النفي اللي حضروا في المحاكمة واللي تبعنا الأقوال ديالهم في المحاكمة أنه لم يؤخذ كلامهم بعين الاعتبار، أنهم كلهم أكدوا على أنه ماشي هي السيدة اللي وقع لها الشنآن مع القائد، وبالتالي كنعتبروا أن السيدة فاطمة قرنات هي ضحية لحكم يمكن نعتبره أنه جائر. علاش؟ لأن القضاء تأخذ بعين الاعتبار بواحد القدسية بين القلوب أو واحد الحصانة تقاريد رجال السلطة في الوقت اللي أنه كان هناك شهود نفي اللي وبالتالي تنطلب بإعادة التحقيق في قضية فاطمة قرنات وإنصافها ورد الاعتبار إليها. وشكرا.